صباح الخير اخوت، لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. المهم اخوت، مرحبا بكم في هذا الفيديو جديد. الناس اللي مازال ما طبوناش على الماشين، مرحبا بكم. ما عليكم غير تفتح الجرس باش يوصل لكم ديما جديد ان شاء الله، وشكرا لكم. المهم اخوت، كما كتشوفوا كلشي بخير، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. المهم اخوت، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. الناس اللي مازال ما طبروش عندي فلاشين، مرحبا بكم. ما عليكم غير تقطعوا الجرس باش يوصلكم ديما جديد ان شاء الله، وشكرا لكم. المهم كما كتشوفوا، انا دابا كنتواجد في لاكار ديال دورتموند، عاد وصلت. فوالا التران فاش جيت 3 سوايع ديال الطريق من اخر دورتموند. ومهم اليوم ان شاء الله غادي نمشي لسيجنال ايدونا بارك، نتفرجوا في اشرف حكيمي، غندوزو عاوتاني واحد البلوك مزيان، غندوزو واحد الوقيته مزيانه. وقبل ما نمشي لسيجنال ايدونا بارك، واخا مازال شويه ديال الوقت، باغي نشارك معكم واحد المعلومه اللي هي على حساب التيكيت. هذا التيكيت ديالي، هذا هو التيكيت ديالي، خلصت عليه 39 ديال الاورو، وزيد المهم 39 ديال الاورو وشويه ديال الضرائب، المجموع خلصت 54 ديال الاورو. 54 دولار اللي خلصت 54 دولار في المجموع. وباش تجي من اخر دورتموند في التران، خصك تخلص 31 دولار من اخر دورتموند، وباش ترجع ثاني خصك تخلص 31 دولار، هي 62 زائد 54، المهم في التوتال 116 دولار. وانا خلصت 54 دولار، وبعت التيكيت ديال البوندسليغا، تقدر تجي تفرج في الماتش هنا في دورتموند بلا ما تخلص التران. خلصت غير 8 دولار اللي خلصت، حيت من كيلن لدورتموند ما كتخلصي والو. ملي تبغي تجي تفرجوا في دورتموند، راه بعت تيكيت تقدروا تدوروا في دورتموند، تدوروا حتى بالنواحي، ولكن غير في النهار فاش كيكون الماتش. المهم دابا غادي نخليكم واحد شويه، غادي نمشي ناكل شي حاجه ونرتاح واحد شي حاجه، ونشرج حتى التليفون حتى توصل 3:30، ونتلاقاو عاوتاني في التيران، غندوزو واحد النهار واعر طوب طوب. وهذا ميساج لاي واحد باغي يجي يتفرج بوغوسيا دورتموند هنا في المانيا، سواء كنتي في الالمان ولا في فرنسا ولا في شي دوله اوروبيه ولا في المغرب، حيت كاين حتى بزاف ديال الناس في المغرب سولوني باغيين يجيو يتفرجوا هنا في بوغوسيا دورتموند، منهم الاستاذ سعد الكريم، تحياتي اللي كان الاستاذ سعد الكريم، وتحياتي للناس ديال القصيبه واحد واحد. المهم هنا كما كتشوفوا المتحف ديال المنتخب الالماني، هنا فين كاين الكاس العالم، عندهم ثلاثه ديال الكؤوس، والدخله راه غير ب 15 الاورو. انا ما عنديش دابا الوقت باش نمشي نتفرج، المهم باش نمشي ندخل ليه، حيت باغي نمشي نتفرج، وباغي نمشي نشارج شويه التليفون باش نطلع واحد اللايف، واحد البلوك يكون هو هذا. المهم راه دابا نزلت لهنا باش نقلب على شي بلاصه نشارج فيها التليفون ديالي، ولقيت هنا عامر بالمخزن كما كتشوفوا. المهم هادو راه ما كيطلبوا لك لا ورقه لا والو، اللي ما عندوش الوراق وباغي يجي يتفرج تجي تفرج معاك، كاين اللي يقول لك حتى حاجه غير بلا ما تدير صداع لا والو، حيت هادو هنا واقفين غير باش الا كان شي صداع باش يتفاداو المشاكل هنا في المحطه ديال القطار ديال دورتموند. من الكونترول الاولاني هنا ما كتبوا لك لا كارت لا والو، كدوز عادي. والمهم الكونترول الثاني فاش كل الماكينه خصك تدوز الكارت باش تدخل الكارت. جيت شويه معقل، حيت كنت كنشارجي تليفون، خصك تضرب عليهم سينو غيضربوا عليك. انا كلشي غنحط غير بالكونترول الاحترام، ما كاين لا صداع لا والو. نخليه كونتروليني. كما كتشوف هذا راه كيدوز لي لا فيزيت. المهم راه دابا عاد دخلت
غنمشي ندوز الكارطة ديالي اللي هي في واحد الماكينة بحال الماتش الاولاني، ولكن دابا غادي نطلع لواحد البلاصة اخرى ماشي البلاصة اللي جلست فيها ذاك النهار. واخا جيت شوية معطل ولكن ماشي مشكل، المرة الجاية ان شاء الله جات لي شوية بكري. المهم هنا فين كيدوزوا الكارطة ديالكم؟ الورقة ديالي انا جبت هاد الورقة حيت انا ماشي بحال هادو اللي منخرطين عندهم هنا. المهم كيما شفتو راه دخلت دابا لداخل دوزت الكارطة ديالي وغنقلب على البلوك ديالي اللي هو 39. الناس راه داخل والحي على الفوت. احسن حاجة يديرها الواحد في الويكاند هو يمشي يفوج على راسو. دابا واحد شويه سولت تحت البلوك ديالي نمشي لهيه الفوق غيدوز واحد البلوك واحد بصح بحال البلوك اللي دوزت من الاول. اليوم ان شاء الله غيدوز واحد البلوك دوزتو 10 حبيبي فورني دوبري دوبري. دابا اللي سولت دابا راه فورني ما كيعرفش مزيان المانيا. المهم باش بلاصه اخرى ايه باش نمشي واحد البلوك غيكون واعر بصح. رجل بوغوسيا دورتموند ولكن من بعد غنمشي ليه. واو شوفوا اللاعبيه عاد دخلوا دابا واحد الشيء غادي يدير ماتش. وين بوغوسيا دورتموند غادي تربح اليوم 4-0 خلاص نمشي ليه. واو واو امبيونس هنا واعر فايدة واعر بس الفلوس انا ما شفتهمش.
جابني واحد من الهيج جا لعندي قال لي راه طاحوا عليك الفلوس. المهم جبتهم من تحت. اوه هاد الناس الله يتعالى مرة من جاونا كدوهم. مرونين هان تحت الله يتمر مرونينا. من بعد ما عقوا بيا غادي نطلع دابا في هاد الدروج باش ندخل للبلاصه ديالي. خليكم معايا الحوت. المهم التيران التيران ديالي ما عرفتش كيف لكم. وي كيف لكم مزيان ونطلع. هاي تعرفي شتي فاكر يا فين بي فين زي اشرف حكيمي يا سكوت يا مان صوت ديالي هي بلايف من اول. هذا هذا صوت نحن بغيت داك تسوي يا المهم راه دخلت واحد البلاصه انا ما عجبتنيش. المهم اليوم غادي نعدل البلاصه ديالي مزيان. محاولة خيرة. ترى مازال سخون 0-0. ولكن المرة الجاية إن شاء الله غادي نمشي ليه لداخل.